إطار انفتاح الوزارة على منظمة المجتمع المدني، قمنا بالشراكة مع مركز دراسة الإسلام والديمقراطية منذ سنة 2014، وكانت المبادرة هذه برنامج اليد في اليد من طرف المركز وبتمويل كندي، وكانت تتمحور حول ثلاث أنشطة، هي التربية على المواطنة، فض النزاعات وإدارة الاختلافات، واستعمال آليات التواصل الاجتماعي. ومن خلال متابعتنا للبرنامج، والبرنامج هو كان بموافقة الوزارة بطبيعة الحال، حتى الأدلة اللي تخدمت هي بعد مراجعتها من طرف الوزارة أقرت، وتابعنا الأنشطة. في معظم الأنشطة تابعناها كانت جيدة بالنسبة، وشهدنا تغير حتى في الخطاب وتطور في الخطاب، وهذه علاش تخدم الوزارة على تطور الخطاب، تطوير الخطاب الديني. المشروع هذا رائد، لأنه أول مرة حسب علمنا يتم في تونس تكوين أئمة على مواضيع مهمة اللي تربط بين الحياة والدين والحياة والدين والمجتمع، أنه الأئمة يولي فاهمين الواقع، فاهمين تحديات، سورتو تحديات الشباب اللي واجهها الشباب، أنه الإمام يكون قادر على التواصل والتخاطب مع الشباب، فهم مشاكلهم، يكون فاهم أو مستوعب لقيم الديمقراطية والمواطنة، حرية الرأي، حرية التعبير، حرية الضمير. هذه أول مرة حسب علمي اللي يكون فهم برنامج في تونس لتكوين الأئمة، وكان ناجح جدا لأنه لقينا تفاعل كبير جدا من طرف الأئمة، لقينا حماس كبير، اهتمام كبير، رغبة كبيرة في المشاركة في هذه البرامج، وكان زاد ناجح لأنه كان عنده تأثير. الأئمة هبطوا في الشارع، هبطوا يحكيوا مع الشباب في القهاوي، في الشطوط، في دار الشباب، في كل الولايات اللي خدمنا فيهم.